ايش فيك؟ ايش فيك؟ قعدت من نومي، ايش فيك؟ اسف اسف يبا اتاريك نايم، انا توقعتك مو نايم. لا كنت قاعد في البر، ايش في لحم؟ ايش فيك؟ لا خلاص يبا نام طنبك نام واجيك وقت ثاني ان شاء الله. خميس ما في وقت ثاني ولا ثالث، تكلم قبل ايين ان شاء الله الاطفال. لا نام ما بيزعجك، بعدين انا ما احب اكون شاب عاقر والديله، اذا كان اباك دائما فلا تصحيح حتى يعني يستيقظ من النعاسي. تكلم قبل لا اشو تغبطنك، ترى تكلم الحين يبا. وش الفرق بين مراسل ها وبين مذيع النشره الجويه؟ سؤال وجيه. المراسل ومذيع النشره الجويه مذيع. حقيقي يابا انت رجل رائع، رجل عظيم، رجل نابغة، فعلاً ما طردوك من المنتخب السعودي عبث. أنا لما كنت ألعب في المنتخب السعودي مطول يابا مطول؟ كنت يما تعالي شوفي الكابتن مارادونا. كان ماجد عبد الله ويوسف الثرياني غاروا مني لأنهم ما كانوا يناولوني باصات. ايه يبا ترى انت مش انت وانت يعني صاحي من النوم، يعني طنبق يعني مع احترام لك. كان معكم جمعة أبو خميس من استاد الملك فهد، التقي معكم وإلى اللقاء في الاستوديو. ارحم تراني زرت حوض المنية والموت قافي. جاك المصدوع ذا خميس. أبو جمعة تعال يا طنبك، تعال. أسمع بلاحظ، قسم بالله إذا ناديتني أبو جمعة بعد كذا لا أشرجعك في نشرات الأخبار وأحطك من ضمن إرهابيين داعش، فاهم ولا لا؟ عجل وش أناديك؟ سمو الأمير خميس على غفلة؟ نادي الأستاذ الفاضل المراسل الفضائي الفاضي خميس بن جمعة. أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أمام محل الشيخ مناحي بن مطلق والتاجر الكبير، نحييكم على الهواء مباشرة ونستضيف هذا التاجر على الهواء. تفضل بطل. الحين يا خميس أنا على الهواء معك ولا الهواء جنبي؟ أخذ أمرك، نحن على الهواء ونعتذر السادة المشاهدين على ما حصل من دروب فضائي، وطبعا أنت على الهواء ونتمنى نتكلم عن تجارتك وعن مبدأك في الحياة. أصبر خليني أشخص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يعني أحب اللي أقول للأخوة المسؤولين في الوطن السعودي، أول شيء أمسي عليكم والله يجعل أيامكم كلها سعيدة. أتمنى هذه رسالة وجهها لشركة الكهرب، يجينا فواتير كهرب على 500 وعلى 600 وحنا ما ندري هل هذه حقيقة ولا لا فعل فساد، لأن احنا ما ندري نصرف كهرباء. لمبتين تطلع 200 ريال ليش؟ ثلاث لمبات تطلع 500 ليش؟ ثانيا أوجه رسالة للراجحي والعذيم وشواق التميمي إنهم يخفون على المواطنين من الغلاء، لا يغلون. تعالوا شوفوا هايبر مناحي كيف الرجل هذا يبيع التونة والفول والفشواش والعصيرات وكل شيء بأسعار قليلة جدا. وبعد أهدي تحياتي وأشواقي الغالية لكل عيال حارتي، وأتمنى من البلدية أن يحطون إضاءات، يحفرون الشوارع، يدفنون الحفر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، كان هذا اللقاء من عتبة باب بقالة هايبر مناحي مع التاجر مناحي، وقد طلب في نهاية هذا اللقاء أغنية ما وأنت اللي تكلمني كذا. نترككم مع هذا الفاصل الإعلاني ونرجع لكم. خميس بن جمعة، طنبق تنبر، أفغانستان توربورو. ما شاء الله عليك يا خميس، فعلا مذيع متمكن ناجح مثقف واعي ديمقراطي. بالمناسبة هذه عشان الميكروفون غتره واستغبيتني، ها تفضل أشربك حمضيات. تفضل. معزز المشاهدين، وقد رشاني بحمضيات ولكن هيتلك أنا أوافق عليها.